في المسائية. اجتماع جدة بين البحث عن حلول للأزمة الأوكرانية وبين رغبة السعودية بلعب دور دولي. هل نضج الحل السياسي أم أن القرار ما زال للميدان؟ اعتقال عمران خان بعد قرار قضائي بالسجن بتهم الفساد، هل هدف الخطوة منعه من المشاركة في الانتخابات؟ المسائية تأتيكم يومياً الساعة 10 مساءً بتوقيت القدس الشريف.